الناس في انجلترا ما بتهزرش، على طول المواعيد والتحضيرات للمواسم القادمه كلها بتبقى جاهزه، يا دوبك بس بيحدد الميعاد الرسمي والنهائي، وعلى طول مع ختام الموسم بتبدا تشتغل على الموسم الجديد. يا رب يا رب باذن الله قريب نكون ماشيين زي نظام الدوري الانجليزي خلال الفتره اللي جايه. طب النهارده في مجموعه من المباريات واستكمال عدد من المباريات سواء في الدوري المصري او عدد من المباريات في الدوريات الاوروبيه. نروح للدوري المصري، والنهارده الساعه 9:30 في مباراتين في توقيت واحد، بيراميدز بيستضيف حرس الحدود وفيوتشر بيستضيف سيراميكا كليوباترا. طيب كاس مصر وفي لقاء مؤجل من دور ال 32 الساعه 6 النهارده، الاسماعيلي في مواجهه مع نادي النجوم. الدوري الانجليزي اللي خلاص حسم بشكل رسمي لصالح مانشستر سيتي، النهارده السيتي خارج ارضه هيلعب مع برايتون الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره. طيب الدوري الايطالي ايضا واللي انتهى بفوز نابولي النهارده الساعه 10 مساء، انتر ميلان اللي بيستعد لنهائي دوري ابطال اوروبا النهارده هيذهب ويلعب مع فيورنتينا في العاشره من مساء اليوم ضمن لقاءات الدوري الايطالي. الدوري الاسباني واللي انتهى ايضا بفوز برشلونه بالدوري الاسباني، في النهارده 5 مباريات، 8:30 3 مباريات في وقت واحد، اليتشي بيستضيف اشبيليه، فياريال بيستضيف قادش، ريال مدريد بيستضيف رايو فاليكانو، والساعه 11 بالليل ريال بيتيس بيستضيف ختافي، واسبانيول بيستضيف اتلتيكو مدريد. يمكن المباريات خلال الفترة الحالية الهدف منها بس ترتيب الجدول الدوري وترتيب المراكز عشان يتعرف مين ممكن يشارك في دوري أبطال أوروبا، مين ممكن يشارك في الدوري الأوروبي. الفترة اللي جاية في خريطة جديدة شوية للمسابقات الأوروبية، فالدوريات الأوروبية لسه فيها منافسة، ولكن مش هيكون الصراع على الفائز باللقب، لا هيكون الصراع على الفرق اللي هتحاول تقرب شوية من المراكز المتقدمة عشان تضمن مقعد في دوري أبطال أوروبا، أعظم البطولات الأوروبية، لأنها بالتأكيد بتيجي في درجة أعلى من الدوري الأوروبي.